حبايبي، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. هنعمله دلوقتي الشاورما ده عشانه. هنعمله شاورما معايا ربع بانيه متقطع صغير، صلي على محمد، ومعايا زيتون، ومعايا فلفل ألوان وفلفل حامي، وهنحط بهارات لحمة، بهارات فراخ، وهنحط فلفل أسود وملح ومستكة عشان تغير ريحة الفراخ. ادي المستكة هنحطها على البصل متقطع جوانح، فصين مستكة كده متقطعين جوانح، هنسيبهم يتبلوا مش هنحمرهم عشان ما يغمقش لون الفراخ. اهو دبلنا البصل اهي، هنحط عليه الفراخ عشان تغير لونها. الفراخ ما بتاخدش سوا، يا دوبك بس تغير لونها الفراخ، ونضيف عليها الفلفل الالوان والفلفل الحامي وبقيه حاجتنا كلها. اهي اهي، اول ما تغير لونها الفراخ نضيف لها الفلفل الالوان ونضيف لها الحاجه كلها. دي شاورما فراخ اهو، هي بدات تغير لونها اهي. هنحط لها الحاجات اللي باقيه، الفلفل والحاجه بتاعتنا اهي، بدات تغير لونها اهي. هنضيف عليها الفلفل الحامي والفلفل الالوان والزيتون ده في الاخر. هنحط شعره فلفل اسود، شعره بسيطه جدا عشان ما تغمقهاش معانا، بسيطه كده. هنخلي الملح في الاخر، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد على قناة ايمي بيت ايمي. وعملنا مكرونة، عملنا مكرونة مع بعضينا اهي بتاعت العشاء اهي، مكرونة بالصلصة بتاعتنا اللي احنا عاملينها، هنغرفوها مع بعضينا برضو. هنحط لها بهارات الفراخ، كنت تخلي لونها حلو. شايفين الالوان شكلها جميل ازاي؟ فلفل الالوان عشان الوان جميله مع بعضيها متناسقه. الفلفل الحامي ده اختياري، اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز يحط، انا عيالي بيحبوا الحاجه سبايسي عشان كده انا بحط في اي حاجه فلفل حامي. الفلفل الحامي بيدي طعم لاي اكل. ورقتين نروي كده، عشان يبقى طعم الحاجة حلوة، والمستكة كمان بتديها طعم جميل جدا. دلوقتي بقى هنحط نجيب الزيتون، الزيتون عشان ما يغليش معاها قوي، وشعرة ملح برضه عشان الزيتون ده احنا مملحينه حادق. بنحط الزيتون في الاخر هو والملح عشان ما تبقاش حادقه. وهدي الشاورما بتاعتنا الفراخ، شايفين لونها وجمالها، جميله جدا وريحتها رائعه. الزيتون ده اللي احنا مملحينه في البيت، احنا ما بنشتريش حاجه من بره، كله عمايل بيتنا
كله موجود في بيتنا. اي حاجة ممكن تقدري تطلعيها كده تعمليها بسيطة، عشوة بسيطة، اكلة بسيطة. استنونا هنرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.